طيب انتي بتحبيه قد ما هو بيحبك؟ شو هالسؤال؟ انتي عم تضحكي على حالك وتضيعي وقت. اساسا انتي ومجد علاقتكم اسمها عادي، مو اكتر من هيك. جوري خالي دخانه، وعم تقول جهاد بيك بده يشوفك. هلا بروح لعنده، ما بده يرد. تفضلي. كل الجرايد كاتبة عن الحريق، طابق التحتاني احترق، بس الحمد لله الاطفاء لحق يطفي. عم فكر انه لازم نروح ونطمن على جوري، مو هيك امي؟ مو وقت الزيارات بنتي، اكيد مشغولين بتظبيط القصر، بس يرتاحوا منروح منزورهم. طيب. لك مين عمل الشاي هاد؟ ابدا ما في جنس الطعمه. يلا خدي من خلتي. شو شافك قاعد بالبيت ومسترخي، ما بدك تروح على شغلك يعني؟ تركت الشغل، عم دور على غيره، بس اقبض برجع لك اللي تدينتن. دينته؟ هي اسمها سرقة يا حباب. السرقة غير الدين، الدين بينطلب وبيتاخد. المهم وصلني 200 ليرة منه، اختك عطتني اياه. واللي بيه بس تلاقي شغل بترجع اياه. هذا اذا لقيت شغل حبيب قلبي. يعني هذا عزبط؟ الله يريحني منكم. على القهوة. رح شوفه. هاتي لشوف. من وين؟ بالأول أنا ما كان بدي آخذ المصاري، جوري قالت لي إنك دينت إياهن وبتعرف ما رح تاخذهم. شو بدي أعمل؟ أخذتهم وعطيتهم لبابا على أساس منك. أخي اتضايقت؟ نحن سمعنا من التلفزيون والجرايد، الله تلطف فيكم. الحمد لله على سلامتكم صالح افندي، الف الحمد لله على السلامة. الله يسلمكم، شكرا. اللي مر على راسنا ما بيتصدق ابدا. سيدي الحمد لله. اكيد بلشوا بالتصليح، الله يكون بعونهم. ايه والله. المهم ما حدا صار له شيء والباقي بيقدروا يصلحوه. ايه صار لازم اروح، شفتهم خير. بدي ارجع على الشغل. مع السلامة. الله معك. صالح افندي، الله نجاكم من هالقصة. يوم الصبح مجي تخبرني زعلت عليكم كتير. شكرا رجب افندي. سليمة مو هيك؟ يعني بنتك لا انحرقت ولا انجرحت. ايه ايه نشكر الله منيحة، مع انه بنتك متعودة على الشاو والتعتير، ولا هيك بتضل راكدة ورا ابني. شو عم تقول رجب افندي؟ اول بالك صالح، شو صار لك؟ للأسف بنتك مو مرباية ابنه، راكدة ورا ابني ومفكرة انه رح يتزوجوا. يعني اذا ابني لهلا ما ثبت بشغل، من وين بده يجيب ليصرف عليها؟ لك انا بنتي تسوى راسك ولا كثير؟ اذا جبت سيرة بنتي على لسانك مرة ثانية بقتلك. خلص صالح، خلص اتركوني. جيب لي قهوة سادة.